متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط السادس وهو الثالث للجعدان الفطامين المشتركات. ال 1500 متر هي مسافة الاختبار، والروح مع اللي يلفت الانظار في هذا المسار، فنجد هذا الشعار: سلام يا الصدارة والحضور والابداع. هناك نتواجد مع هناك اللي هو الفارس، يا سلام، تواجد مميز. وأيضا هناك رقم 13، يا سلام، اللي الآن يقود المسيرة في هذا الشوط. بينما المركز الثاني عندنا هناك الفارس خلفان بن الحمر بن حميد. المركز الثالث نشوف التواجد، فنجد معانا طريف هناك يتواجد شاهين حميد بن عبيد مصطيون الدرعية. هناك أيضا المركز الرابع شعار خليفة بن مكتوم على ما أعتقد من الجانب الليمن، شاهين، نعم، سهيل بن سعيد بن مكتوم الجنيبية. سلام على الإبداع. حميد محمد شاهين في الصدارة، صدارة مميزة من شاهين لحميد محمد الدرعية. يا سلام يا أبو محمد منطلق راس، هل بينهي راس شاهين في الصدارة بدون أوامر. مركز الثاني شاهين حميد بن عبد الله بسطيون. مركز الثالث راي محمد بن علي بن حماد الدرعية. الله الله، يا سلام يا سلام على الثنائي. خلونا مع الصدارة، خلونا مع شاهين حميد بن عبد الله بسطيون. يا سلام يا سلام يا بن سطيون. شاهين ثاني سبق، سلام الناموس. الرصيد يتكرر لإنجازات شاهين. ما يا سلام، ما قصر المركز الثاني. هناك عبد الله بن حميد على ما أعتقد، والمركز الثالث اللي هو طريف ناصر بن سلطان الدرعية. الناموس التوقيت 2:19 ثلاث أجزاء من الثانية. الناموس البنسطيون، وما شاء الله ثاني سبق لها بحضور جدا مميز، يشكر عليه.